مدينة الاقصير ينضم إلينا من هناك مراسل الأخبار معين درغام. معين، مرحبا بك، وما هو الجديد لديك؟ تحياتي لك كنانة ولجعفر ولكل مشاهدي الفضائية السورية، نحييكم من مدينة الاقصير. طبعا كما شاهدت كنانة، هذا هو التقرير الميداني، وهذه هي أعمال الجيش العربي السوري التي تقوم بدحر وقتل الإرهابي من مرتزقي جبهة النصرة وتواصل ملاحقتهم. واليوم منذ الصباح وحتى بعد الظهر حققت قواتنا الباسلة تقدما كبيرا بالحارة الشمالية والوسطى، فقد أحكمت السيطرة على منطقة المسلخ وشعبة الحزب ومديرية المنطقة والمؤسسة الاستهلاكية، كما سيطرت على كامل الأبناء أو الحي الواقع بين السكتين. وهذا يعني بأن بواسل الجيش قد أحكمت السيطرة على القسم الشرقي من الحارة الشمالية بما فيها المدخل الشرقي للحي، كما تمكنت بواسل الجيش من السيطرة على الطريق الترابي بين الاقصير والضبعة الذي كانت تستخدمه المجموعات الإرهابية للتسلل، وهو يعتبر من أبرز خطوط الإمداد التي قامت بواسل الجيش العربي السوري بضربها. كما تمكنت قواتنا من السيطرة على الحي الواقع جنوب المقبرة في المنطقة الوسطى غرب طريق حمص بعلبك، وأسفرت هذه العمليات عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين بينهم متزعمي المجموعات الإرهابية، كما تمكنت من خلال عملياتها اليوم التي تقوم على إحكام الطوق والسيطرة على المنطقة الشمالية، تم إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدة الحميدية بالريف الشمالي من مدينة الاقصير بعد القضاء على عدد كبير من الإرهابيين وتدمير مقراتهم. كما نفذت وحدات الجيش عدة عمليات نوعية بضربها لمواقع تمركز الإرهابيين في الحارة الشمالية والجنوبية والوسطى، ودمرت عددا من الآليات التي كانوا يستخدمونها، كما فككت وحدات الهندسة عدد كبير من العبوات الناسفة التي زرعتها العصابات المسلحة في عدد من الأبنية والطرقات، ودمرت عدد من الأنفاق والمقرات من عدة اتجاهات. إليك كنانة. نعم، شكرا لك معين درغام مراسل الأخبار، وكنت معنا من الاقصير، وبالتأكيد سوف نكون معك مع كل جديد. شكرا لك. وفي الاقصير تعرض